نتكلم في البداية عن التقويم، يعني إزاي توصل المصري القديم للتقويم وفصول السنة واكتشفها وبقى يقسمها بحسابات دقيقة جدا. تمام. هو بالنسبة للتقويم ده عنصر مهم جدا من عصر الحضارة المصرية القديمة، ودوت العنصر اللي هو مصر أهدته برضو للعالم، لأن احنا حتى الآن لا نزال نسير على نفس التقويم اللي اخترعه المصري القديم. المصري القديم كان لابد ان هو ينظم دورة حياته. المصري القديم كان متفاعل جدا مع البيئة والطبيعة اللي بيعيش فيها، شايف الشمس بتشرق وبتغرب مرة تانية، شايف نجوم في السماء بتغيب ثم تنير مرة تانية، شايف ان القمر ليه مراحل ومنازل من هلال ثم بدر ثم اكتمال القمر والعودة مرة تانية. فكان لابد ان هو يدرس الحاجات دي ويبدا يعمل لها نوع من التوقيت الزمني اللي بيحكم الاشياء عشان ينظم حياته، وخاصه ان هو بيقوم بحياته بحرفه اللي هي الزراعه، ودي حرفه مرتبطه ايضا بفيضان النيل. وفيضان النيل دوت عنصر مهم جدا في حياه المصري القديم، لان هو النيل شريان الحياه قديما وحديثا، وهو اللي في فتره بيزرع فيها وفي فتره بيحصد فيها وفي فتره الارض تكون كلها ممتلئه بالمياه بتاعه الفيضان فبيتوقف فيها عن العمل ويدخل في عمل تاني، هو فكرة البناء والتعمير ومشاركة بناء الهرم بتاع الملك والأعمال وإنشاء الجسور وغيرها. فالتقويم عند المصري القديم مرتبط ببداية الحضارة المصرية القديمة، يعني طبقا لأحدث الدراسات دلوقتي المصري القديم توصل واهتدى إلى فكرة التقويم وتقسيم السنة واستعمال الزمن منذ بداية الحضارة المصرية القديمة، ويمكن كان في مرحلة ما قبل عصور ما قبل الأسرات. التقويم في البداية المصري القديم قسم السنة كلها لثلاث فصول، احنا عندنا دلوقتي أربع فصول، خريف وربيع وشتاء وصيف، لكن مصر القديم كان عنده ثلاث فصول محددين، هو فصل الفيضان كان بيسميه آخت وده بيستمر أربع شهور، يليه فصل الزراعة برضو اللي هو كان بيسميه بيرت اللي هو ربما يكون جاي منه كلمة برد كمان، وربما يكون بيرت دي فعل مصر القديم بمعنى يخرج وخروج النبات من الأرض. طب وفين بقى الفصل الرابع اللي عندنا؟ احنا الفصل الرابع عندنا دوت ده في التقويم الحديث اللي احنا عملنا تطوير في التقويم القديم نفسه، لكن مصر القديم كان هم ثلاث فصول، آخت وبرت وشمو. شمو اللي هو فصل الحصاد، فصل التحريق، انخفاض مياه النيل، نضوج المزروعات والمحاصيل، وهي فترة حصاد في نفس الوقت واحتفالات وتقديم الشكر للمعبودات بسبب المحصول الغزير واللي بيفيع على الأرض المصرية. ثم قسموا الشهر لثلاث أسابيع، لأن أسبوع عندهم كان 10 أيام وليس 7 أيام زي التوقيت عندنا دلوقتي، والأسبوع تقسم إلى أيام واليوم تقسم إلى ساعات والساعات تقسمت إلى ثواني، وكلمة ثانية باللغة المصرية القديمة هي كلمة آت لحظة أو ثانية، يعني المصري القديم كان دقيق جدا في تقسيمه للتقويم بتاعه دوت، وعشان كده التقويم دوت استمر مستعمل حتى 45 قبل الميلاد أيام يوليوس قيصر، وادخل عليه بعض التعديلات عشان دلوقتي احنا بنسميه التقويم اليولياني نسبه الى يوليوس قيصر هو اللي احنا شغالين عليه دلوقتي. في احد اباء الكنيسه كان اسمه جريجوريوس، هو كمان ادخل بعض التعديل على التقويم، لكن هو التقويم الحالي اساسه مصر القديم واللي اهتدى ليه المصر القديم واللي قسمه المصر القديم نفسه. بالنسبه للسؤال اللي حضرتك اللي هو الزمن، المصري القديم كان مهتم جدا بفكره الزمن، والزمن ده او التوقيت والوقت والزمن كان ليه قيمه عاليه جدا على المصري القديم، لانه لم يكن يهدر وقته ولكن بيستغل وبينظم الوقت جدا في كل حاجه، في عمله، في شغله، في حياته، في اسرته، في عشان كده المصري القديم ابدع حضاره قويه جدا ضاربه بجذورها في اعماق التاريخ، شواهدها قويه وعبقريه موجوده حتى الان، حضاره ملهمه ومعلمه لكل كل الحضارات وكل الشعوب اللي جت بعد كده. المصري القديم كان عنده أدوات ساعات بيقيس بها الزمن، وعصرنا على أقدم ساعات في منطقة حوض النبضة وهو ساعة الشمسية، ودي شبيهة بساعة ستونهنج الموجودة في لندن في بريطانيا، نفس التقويم الشمسي دوت أو الساعة الشمسية. وكمان عندنا عثر في الحفاير على ساعة مائية، والساعة المائية دي هي عبارة عن إناء من حجر الألباستر في ثقب في قاعدة هذا الإناء، وفي تدريج ل 12 تدريج اللي هم 12 ساعة، ومرسوم من الداخل ومن الخارج نقوش بتمثل أرباب الزمن وأرباب الساعات، كل واحد على دماغه دايرة زي أسر الشمس كده في دماغه ترمز إن هو أحد أرباب الزمن أو أرباب الساعات. الساعة دي كان بيتم ملأها الإناء دوت كمان من عهد الملك أمنحوتب ثلاثة في عصر الدولة الحديثة الأسرة 18، وموجود حاليا معروض في المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط، وقبل كده كان موجود في متحف التحرير. بيتم ملء هذا الإناء بالمياه من خلال الثقب المعمول بدقة وبحرفية عالية جدا وبدراسة وبتجربة وملاحظة قوية،
بيتم ان ميه بتنزل من كل تدريج للاخر في معدل ساعه بالظبط، ساعه بالظبط، ف 12 ساعه يبقى دول 12 ساعه ليليه، يبقى يرجع يملاها مره ثانيه، ينزل تدريج ثاني 12 ساعه، هم 12 ساعه نهاريه، دول 24 ساعه اللي هو الليل والنهار.